السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. محاضرة الأولى في الكورس الثاني لطلبة المرحلة الثانية، المحاضرة رقم 11 بعنوان Dental Cement and Temporary Filling Material. هاي المحاضرة راح تكون على جزئين، اليوم راح ناخذ البارت الأول بيها، وإن شاء الله نشرح الأسبوع الجاي البارت الثاني مالت هاي المحاضرة. قبل ما نبدي نشرح المادة، المادة هي عبارة عن قسمين، القسم الأول يحكي لنا على الدنتال سيمنت، والقسم الثاني يحكي لنا على التمبراري فيلينج ماتيريال. راح ناخذن على جزئين مثل ما ذكرت، على بارتين، بارت أول وبارت ثاني. قبل ما نبدي بيهن لازم نعرف التوث منين يتكون، يعني لازم نرجع إلى موضوع الدنتال أناتومي. أي توث منين يتكون؟ مثل ما موضح هنا عندكم بالصورة، عندنا الجزء الأعلى، الجزء الخارجي من التوث هو عبارة عن كراون، بينما الجزء اللي هو يكون موجود داخل البون يمثل الروت، أما أكو سنجل روت أو مالتيبل روتس. الكراون يكون مغطى بالطبقة الخارجية هي إنامول، تحت الإنامول أكو دنتين، وبعد الدنتين أكو فشي اسمه بالب. البالب موجود بالكراون وموجود ضمن الجذور، إذا كان موجود ضمن الكراون يصبح له بالب تشامبر، وإذا كان موجود ضمن الجذر يصبح له بالب كانال. شو يحتوي هذا البالب؟ يحتوي على نيرف اندينج، يعني نهايات أعصاب، يحتوي على بلود فيسلز وبعد مكونات أخرى، يعتبر هو الجزء الحي الموجود بالسن واللي ينقل الإيعازات مباشرة من الأورال كافيتي إلى الدماغ. السؤال هنا، كيف ينقل السن الإيعازات؟ هل ينقل الإحساس الحرارة؟ هل ينقل إحساس البرودة؟ هل ينقل مقدار السكريات، مثلا إذا الأكل حلو أو الأكل مالح أو الأكل مر، يوصل هاي الأمور للسن أو لا؟ الإحساس الوحيد اللي ينقل السن راح يكون عبارة عن ألم، يعني كل شيء ينقل على شكل ألم. إذا السن تحسس حرارة عالية ينقلها على شكل ألم، برودة عالية ألم، سكريات تاكل شوكليتة يتحسسها على شكل ألم، ضغط حصواية بالتمن أيضا يتحسسها على شكل ألم. فلهذا إذا نريد إحنا نشيل التسوس اللي موجود بالسن، التسوس هو عبارة عن تعفن، شلون الفاكهة تتعفن؟ نفس الحالة السن طبقات اللي بي راح يصير بيها تسوس، التسوس يصيحوا له كاريز. التسوس أما يكون بالسطح الأعلى، يعني بالأوكلوزال سيرفيس، يكون من الأعلى باتجاه البالب أو يكون جانبي. بالحالتين إحنا كأطباء أسنان، أنتوا إن شاء الله اللي راح تتعلموه خلال هاي الـ5 سنوات إنه تعرفون شلون تحافظون على السن، شلون تمنعون البلب انه ينقل الاحساس للدماغ، وبالتالي تمنعون الالم انه يتحسس المريض. شلون تمنعون هذا الشيء؟ وحده من وظائفكم انتم كاطباء اسنان ان شاء الله هي تسوون حشوه، تشيلون الجزء المتسوس وتخلون بدل من الجزء المسوس الفيلنج ماتيريال، الحشوه. حاليا اكو انواع هواي للفيلنج ماتيريالز، لكن عموما لو ناخذ الهيد لاينز مالتهم، اكو الامالجام فيلنج ماتيريال او الحشوه اللي لونها اسود. الامالجام بيميزه انه ينقل حراره وينقل بروده، ممكن اذا تخلى قريب على الجذر راح يوصل للجذر والجذر راح ينقله على شكل الم. بدل ما انت تعالج المريض راح تخلي المريض ويا كل مره يشرب مي يحس بالم. الحشوات الضوئية أيضا صحيح هي بها فائدة، صحيح الأمالجام بيه فائدة، لكن أيضا هن بيهن ديس أدفانتج. شنو الديس أدفانتج مالت الحشوة الضوئية؟ إنه تكون حارة، تكون بها مواد حامضية على الجذر، تأذي الجذر، يعني أنا أقصد حارة بمعنى مهيجة، تسوي إريتيشن للجذر. فلازم الحشوة الأمالجام ولازم الحشوة الضوئية تنعزل إذا كانت قريبة عن الجذر حتى ما تسوي إريتيشن للجذر. نجي هسه نباوع هاي الصورة اللي أمامي، هاي الحالة، هذا المكان هو يمثل الكافيتي. الكافيتي يعني التجويف اللي حفرناه وشلنا التسوس من عنده. طبعا احنا نسوي كافيتي بريباريشن، يعني نحفر
ألسن بشكل هندسي معين، راح تتعلموه بالثالث بالرابع بالخامس إلى أن تصيرون بروفيشنال بهذا الموضوع. ورا ما حفرتوا جهلتوا السن وشلتوا كل التسوس، راح تبدون تحوضون الجزء المفقود. إذا كان الكافيتي مالتك، الفلور، الأرضية مالت الكافيتي قريبة على مكان الجذر، هذا هو الجذر، فلازم تخلي مادة اسمها لاينر. هسه انتم مطلوب من عندكم تحفظون الاسماء. اللاينر هي المادة اللي تتخلى على الجزء اللي يكون كلش قريب على الجذر. انتبه لهاي الصورة، ترى اللاينر ما خليناه على طول السطح المواجه للجذر، لا، فقط الجزء القريب على الجذر، هذا اللاينر. البيز واللي هو موضوع اليوم ينحط على كل الجدار المواجه لمن؟ المواجه للجذر. تلاحظ احنا هاي الجدران الفلور وهذا البوكس اريا اللي تكون مقابل الجذر خلينا عليها مادة البيز اللي هي السمنت ماتيريال، بينما هنا انا ما خليت بيز، هنا أنا مباشرة راح تقعد الحشوة باتصال مباشر مع السن، فلازم اعرف مكان البيز واللاينر شلون راح يكون. طبعا فوقها راح تتخلى اما حشوه بلاتين او تتخلى حشوه ضوئيه حسب الحاجه وحسب اختيار المريض والشيء اللي يشوفه الطبيب اصلح للمريض مالته. نبدي بموضوعنا هو السمنت. احنا قلنا جزئين، اكو سمنت واكو تمبراري فلنج ماتيريال. نبدي بالموضوع الاول هو السمنت. Dental cement material are material of low strength but they are used extensively in dentistry. لو أقارن السمنت مع الفيلنج ماتيريال، فالسمنت مقارنته مع الفيلنج ماتيريال يكون ب low strength. شنو السترينث؟ أعيد لكم إياه خاف ناسي. عندنا ستريس هو الضغط المسلط على الجسم، سواء ضغط أو سواء شد، المهم القوة اللي تحاول تغير الجسم نقول عليها سترس. السترينج هو مقاومة الجسم لهاي القوة. مثلا هنا السمنت على سبيل المثال، هذا السمنت الموجود هنا، القوة الماستيكيشن، قوة المضغ راح تحاول تضغط عليه، يعني كومبريشن سترس. كومبريشن سترس يعني ضغط، تحاول تضغط حيل على الفولينج ماتيريال. الفولينج ماتيريال تنقل الاحساس للبيز، البيز لاير اللي هي عباره عن السمنت، فيكون يقاوم قوه الماستيكيشن، هذا سحوله كومبرسيف سترينج. اما المريض لما ياكل شوكليته يابسه، الحشوه راح تنجر مع الشوكليته للاعلى، هذا سحوله تنسو ستريس. مقاومة الفيلنج ماتيريال والسمنت لهذا الجر للأعلى هو يسيحوله تنسول سترينج، لازم تحطوها. فالمادة مقارنة مع الحشوة بها لو سترينج، لكن تستخدم اكستنسيفلي يعني بشكل واسع بطب الأسنان. ماكو عيادة بالكرة الأرضية إذا ما يحتوي بداخلها على نوعين أو ثلاث أنواع من السمنت، كونها مادة أساسية بعمل طبيب الأسنان. هسه السمنت هل فقط مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة هو يتخلى تحت الحشوة، هذا استخدامه الوحيد؟ لا، إلى أكثر من استخدام، لكن خلينا نقول هذا استخدامه الأساسي. السمنت إذا تخلى تحت الحشوة فإلى اسم، سمنت بيز اور لايننج ماتيريال used underneath. underneath يعني معناها تحت، the falling material to act as a barrier، ليعمل على شكل barrier عازل against ضد thermal electrical chemical stimuli. stimuli هي جمع تحفي، جمع محفز، stimulus stimuli هو الجمع، فأما يكون مؤثر thermal electrical chemical، وايضا against ال irritant filling الحشوات اللي اصلا بيها هي ماده ممكن تنقل للجذر وتسبب irritation، تسبب تحسس للجذر
وطبعا الجذر هو ما يقعد ساكت، ينقل هذا الاريتيشن على شكل شنو؟ ينقله على شكل بين، لانه هو ما عنده طريقه اخرى يبلغ بيها الدماغ انه عنده مشكله غير انه يزعج منام المريض مالته. الشغله الثانيه مالت او الاستخدام الثاني مالت السمنت اللي هو جدا مشهور عندنا هو اللوتينج سمنت. نفس نوعيه السمنت، ممكن اختلاف مقدار الباودر للليكويد. اغلب السمنت يجي على شكل شلون هاي الصورة، باودر وليكويد. اذا تخبط المادة وتخليها عجينة ممكن تستخدمها كبيز، اذا تخبط المادة وتخليها نوعا ما فلوبل نفس المادة بنفس المكونات من الممكن هاي تستخدم كلوتينج سمنت. شنو معنى اللوتينج سيمنت؟ هو السيمنت اللي اثبت بيه الكراون والبريدج. انت بردت السن مالتك، شلون هذا هسه حاليا السن مبرود؟ عمليه برد السن تجي بقياسات اقرب انه شلون تقط السن، قط القلم تقط السن، تصغر حجمه على مود يجي يقعد كراون فوقه. هذا الكراون الماده اللاصقه صمغ الامير اللي يثبت الكراون، منو هو اللوتينج سيمنت. المطلوب من عندك ضمن محاضرات الدنتال ماتيريال لما تقرا على السمنت لوتينج سمنت، معناه هذا يستخدم لتثبيت الكراونات والبريدج، وحتى ممكن تثبت بيه الجزء الارتفيشال الكراون بالزرع. لما تسمع لايننج سمنت فهذا يستخدم تحت الحشوه. لما ينكتب اثنينات معناه هذا السمنت مالتك هم يستخدم مع الكراون والبريدج وهم يستخدم تحت الحشوة، فتقدر أنت تختار النوعية اللي يشوفها أمثل إليك. كل مادة خضناها ضمن هاي المحاضرات لازم أعرف الـ ideal requirement مالتها، لازم أعرف الـ ideal characteristic مالتها. لكل مادة أكو ideal features، خصائص مثالية لهاي المادة، لازم أغلبها تتوفر بالمادة على مود أني أختار اللي يناسبني. شنو الـ requirement for ideal cement material؟ أولاً protect the pulp from chemical irritant of the filling like acrylic monomer in some of resin based filling material. بعض الأحيان الحشوة مثل ما ذكرنا بالسلايدات السابقة هي تفرز مواد كيميائية حامضية تنتقل للجذر مباشرة وتسبب لنا irritation. لازم هاي المادة العازلة اللي أستخدمها تحت الفولينج ماتيريال تقطع انتقال المادة للجذر وتسبب لنا مشاكل، توقفها، تحمي الجذر من هذا الموضوع. اثنين، protect barrier against thermal stimuli. شنو؟ يعني عازل حراري. شو وقت يكون عازل حراري؟ لما يكون استخدمه تحت الحشوات البلاتين الامالجام فولينج ماتيريال، من الحشوات اللي تكون ناقله جيده للحراره والبروده وحتى للتيار الكهربائي اذا صار. البلب شو ينقل الاحساس للدماغ؟ الم. لازم اقطع هذا الموضوع على مود المريض يعيش براحته. ثلاثه، بروتكت ذا بلب فروم الكتريكال كارنت، تيار كهربائي بحلق المريض. شنو القصة؟ القصة بكل بساطة في حالة أكو تواجد حشوة أمالجم وحشوة جولد ذهب وأكو سلايفة بيناتهن موصل، راح يصير مثل الشحنة الكهربائية تطي جدحة كهربائية، البلب لازم يقطعها وما يخليها توصل عفوا السمنت لازم يقطعها وما يخليها توصل للبلب على مود ما يصير ريتيشن. have sufficient working and setting time، جدا مهمة هي هاي النقطة، كون أقدر وقت كافي على مود أخبط المادة. لازم تعرفون كلمة working time ولازم تعرفون كلمة setting time، انذكرت بالمحاضرات السابقة هواي. كلمة working time معناها الوقت اللي أحتاجه على مود أخبط المادة وأحضرها. السيتنج تايم هو الوقت اللي من اول ما ابدي اخبط لحد ما تتصلب الماده وتصير هارد، بعد ما اقدر اتعامل وياها بسهوله هذا السيتنج تايم. It should be compatible with the filling material. اصلا هي لازم compatible ويا اي شيء تطخه، يعني الجنجفه، التوث، الفيلنج ماتيريال تكون compatible بمعنى متلائمه، ممكن انه تتعايش بسلام بدون ما تاثر وتتاثر بالمحيط اللي موجوده داير ما دايره. should not irritate the pulp، مو تكون ماده مهيجه للجذر
يعني مثلا تحتوي على مادة حامضية ممكن تهيج الجذر، والجذر ينقل على شكل ألم والمريض بعد ما يقدر ينام. should not absorbed by oral fluid. واحدة من النقاط المهمة في حالة استخدام السمنت كلوتينج ماتيريال. لوتينج شلون ذني هسه حاليا هذا كراون، وقاعد اني اثبتها بهاي المادة الصمغية، عندي هاي امبلانت زرعة وقاعد احاول اثبتها بالكراون، عندي هذا بريدج وقاعد احاول اثبتها بهاي المادة. هاي الاطراف راح يكون وكأنه جاب، السمنت راح يصير ما بين التوث وما بين منو الكراون، اذا ذاب بالمي معناه راح يبدي يصير جاب، والجاب يكبر ويكبر ودور يصير تجمع للاكل ويسبب تسوس. كون هاي الماده اذا لاحت السلايفه مذوب بالسلايفه تبقى محافظه على صلابتها. should has enough strength to withstand the force applied. ذكرنا هاي المعلومه واعطيتكم مثال على الرجال اللي بالعزيمه، لازم الماده تقاوم الضغط والاكل. كل ما كان السمنت مالتك اللي تستخدمه بالحشوة مالتك قوي، كل ما كانت الحشوة مالتك اللي تستخدمها قوية، ذني الشغلتين إذا كانن قويات تنتج عنها حشوة قوية تبقى لفترات طويلة، تبدي الناس تقول على شغلك ممتاز لأن الحشوات ما قاعد توقع وما عندك فيلر، فتكثر مراجعينك ويزدهر العمل مالتك. Special application للسمنت، السمنت استخدمناه كلاينر كبيز واستخدمناه كلوتينج، هل فقط ضمن الاستخدامات؟ لا، السمنت له هواي استخدامات. ممكن انه استخدمه بحشوات الجذور، حفظوها هاي الكلمة root canal sealer. حشوة الجذر هي الكنل، لما ننظفها شلون هاي موجودة بالصورة، وبعد ما ننظفها راح يبقى المكان فارغ، هذا المكان يكون ينملي بمادة، المادة اللي ينملي بيها هي جوتابيرجا، نوع من أنواع المادة الواكس الشمع، لكن هذا الشمع يريد مادة صمغية تخليه يلطش ويلزق بيما بجدران الكنل. أستخدم السمنت كسيلة كمادة صمغية على مود الجوتابيرجا تحشر بمكانها، وبعد ما ممكن أنه تتحرك. جنجايفل تشو باك امراض وسيرجيكال دريسنج، ذني النقطتين انا وضحت لكم اياهم بهاي الصوره. بعض الاحيان جماعه الامراض اللثه او اخصائيين الجراحه لما يشتغلون ماينر سيرجري، يعني خلينا نقول عمليات جراحيه بسيطه، مثلا يشيلون بوكيت جيب اكل او يعدلون الجنجيفا او يقلعون سن العقل، والمكان يصير بيدمه هوايه، ويريد يحافظون على الجرح اللي هم سووه داخل الفم، ممكن يستخدمون السمنت يخبطوه يسووه مثل العجينة ويخلوه كدرس كرماد رمادة فوق المكان، وفترة يشيلوها فيكون المكان في هيلينج. سمنتيشن اوف اورثودونتيك باند، هاي الباند مستخدمة عندنا بتقويم الأسنان مثل الكراون، لها عمل معين إن شاء الله نعلمكم إياه إذا عايشين ودرسناكم بالمرحلة الرابعة أو الخامسة، راح تعرفون الباند. هاي الباند تثبت دائرة مدار السن بمادة السمنت. Classification of cement، لازم اكو تصنيف للسمنت. اول تصنيف للسمنت هو سمنت based on phosphoric acid، اصنف السمنت اللي بيه phosphoric acid. مثلا عندنا زنك فوسفيت سمنت، سيليكو فوسفيت سمنت، كوبر سمنت اللي هو ايضا بيه phosphoric acid. طبعا الفسفوريك اسيد هو يعتبر ماده الليكويد، الماده السائل، يعني اكو باودر، مثلا الزنك اوكسايد بالنوع الاول هو يمثل الباودر، والليكويد هو الفسفوريك اسيد. السيليكا تعتبر الباودر، والفسفوريك اسيد يعتبر الليكويد. الكوبر مع مواد اخرى يعتبر الباودر، والفسفوريك اسيد يعتبر الليكويد اللي ينخبطن يطن العجينه مالت السمنت. اكو نوع ثاني من التصنيف، سمنت بيزد اون اورجانو ميتاليك تشيليت كومباوند، زنك اوكسايد ايوجينول سمنت. اشهر انواع السمنت استخداما واكثرها انتشارا هي الزنك اوكسايد ايوجينول سمنت. الايوجينول هي مادة القرنفل، واتمنى تحفظون السبيل مالتها. القرنفل هي المادة المستخدمة بالاكل، نفس المادة المستخدمة بالاكل بأطباق المندي، ممكن يستخدموه دائما، يطفى نكهة معينة يموعوا أو يعصروا بحيث يطلع من عنده سائل ليكويد
هذا الليكويد يستخدموه بمجال طب الاسنان. الميزه مالت الايوجينول انه سيداتيف مهدئ للجذر، ما يسوي له اريتيشن، فتكون السمنت بهاي الحاله ممكن وضعه باماكن قريبه على البلب. اورثو ايثوكسي بنزويك اسيد اي بي اي نوع من انواع السمنت، والكالسيوم هيدروكسيد اللي راح ناخذه بالمحاضره الجايه. كالسيوم هيدروكسيد ايضا هذا النوع جدا مشهور، اللي اسمه التجاري هو الدايكل، واللي يستخدم كصب لاينر بالاماكن اللي تكون كلش قريبه على الجذر، او الاماكن اللي ينفتح بيها الجذر بمقدار صغير يخلون عليه هاي الماده. هاي الماده بيها ميزه انه تحفز المنطقة اللي مصابة انه تكون خلايا وتغلق نفسها بدون ما نحتاج نسوي حشوة جذر. سمنت based on poly alkenoic acid، اكو نوع من السمنت اللي هو الزنك بولي كاربوكسيليز سمنت والجلاس اينومر سمنت. الجلاس اينومر سمنت الى شهرة كلش واسعة حاليا. ذني ميزتهن شنو؟ الاسنان السطح مالتهن الخارجي مو املس، لا بي ثقوب. هاي الثقوب هي اللي تخلي الحشوه ممكن تثبت على سطح السن بطريقه معينه باستخدام ماده الاتشنج ماتيريال، بعدها البوندينج، وبعدها نخلي الحشوه الضوئيه تلطش على سطح السن. ذني السمنت هذا النوع من السمنت من وحده هو يلطش على السن. ليش؟ لأنه عنده قابلية أنه يتغلغل ويدخل داخل هاي الفجوات اللي ما تنشاف بالعين ويثبت نفسه، فكلش أقدر أستخدمهن كلوتينج سمنت. لوتينج ليش؟ لأن أنا يعني باللوتينج أريد الكراون يثبت على السن، إذا هن ذني عندهن قابلية يلزقن بالسن فراح يثبت الكراون بمقدار أعلى من باقي أنواع السمنت. نبدأ ويا النوع الأول للسمنت والأكثر انتشارا لأنه رخيص، لأنه صفاته نوعا ما زينة، هو الزنك فوسفيت سمنت. إذا تخرجتوا إن شاء الله راح تداومون بالتخصصي، أو تروحون قرى وأرياف تداومون بمراكز صحية، كل مركز صحي لازم يحتوي على زنك فوسفيت سمنت. الزنك فوسفيت سمنت الباودر مالته بأبسط صورة هو الزنك أوكسايد، والليكويد هو الفسفوريك أسيد. يجي باودر، يجي ليكويد، او يجي على شكل عصارتين. استخداماته بني حفظا لانه جدا مهمات، بعد ما اقول لكم شنو معنى لايننج، اما يستخدم كلايننج او يستخدم كلوتينج، وايضا ما اقول لكم شنو معنى لوتينج لان شرحناها، ويستخدم كتمبرري فيلينج ماتيريال، يستخدم كحشوه مؤقته. شلون هاي الحشوه اللي موجوده هنا، انت حفرت السن احتاجيت تخلي مواد تحتاج لها وقت على مود تشتغل اشهر، وما تتحمل انه تتخلى عليها او فوقها حشوه دائميه، تخلي حشوه مؤقته temporary filling material. الزنك فوسفيت ممكن استخدامه كtemporary filling material. Properties، شنو الصفات او الخصائص الخاصه بالزنك فوسفيت سيمنت؟ اولا هو sufficient working time. بصراحه احنا لما نستخدم الزنك فوسفيت سمنت عندنا شويه مرونه بالتعامل وياه، لانه يعطيني فد وركينج تايم مناسب، ما يتاثر هوايه بدرجات الحراره، يتاثر بس مو بشكل عالي بحيث بالصيف بالشتاء اقدر على كيفي اني اخبط اشيل بهدوء اخلي داخل الكافيتي بدون ما انه يسيت يصير سيت قبل ما اني انقله للكافيتي. Proper film thickness when used as a eluting agent، لما استخدم اثبت بيه كراون الفيلم يعني الطبقه اللي تصير ما بين السن والكراون تكون كافيه انه تثبت لنا الكراون بمكانه ولفترات طويله. دائما هيك نوع من السمنت تلقاه بالكراونات القديمه، ان شاء الله مثل ما قلت لكم اذا تروحون مراكز صحيه هواي راح تشوفون، مثلا راح تشوفون حشوات قبل 20 سنه، راح تشوفون ممكن كراون صار له مثلا 25 سنه 30 سنه. لما تجون تشيلوه تكون السمنت اللي هو الزنك فوسفيت سمنت ممكن تمييزه بلونه او الصلابه مالته باقي وما عليه اي مشكله. هاي الماده جدا قويه ممكن تثبت الكراون بشكل عالي. تعتمد عليه من
هذا الفيلم البروبر فيلم ثيكنس يعتمد على البارتيكل سايز، الجزيئات مالت الباودر حجمها، ويعتمد على الباودر تو ووتر ريشيو، نسبة الخبط مالتك لما تخبط باودر مع ليكويد شنو مقدار الخبط. هسه راح نسولف على هذا الموضوع بالسلايدات الجاية. Ultimate Compressive Strength، مقدار الكومبرسيف سترينج مالته عالي، كلوتينج ايجنت 80 ميجا باسكال، وكلايننج ماتيريال 140 ميجا باسكال. لهذا هذا النوع من السمنت ممكن استخدامه وانت قلبك بارد ومطمئن تحت حشوات البلاتين اللي معروفة انه تسلط قوة عالية على السمنت بدون ما يتأثر. لكن احتاج من عندك نقطة انه لما تخلي هذا النوع من السمنت بالكافيتي لازم تنتظر 5 دقائق على ما يتصلب تماما، بعده راح تخلي فوقه الامالجام فولينج ماتيريال. Low solubility in water، لذلك إذا استخدم كلوتينج ايجنت الأطراف مثل ما وضحت لكم ما راح يصير جاب، ما راح يذوب بالسلايفة. النقطة اللي ممكن نعتبرها disadvantage high initial acidity، يعني المادة لما أخبطها وهي المكون مالتها أكو الليكويد مالتها هو الفسفوريك أسيد، وكلمة أسيد معناها هي حامض. هاي المادة لما أخبطها راح تعطي حامضية بالبداية، هاي الحامضية ممكن تسبب لنا irritation للجذر، والإيريتيشن ينقل على شكل ألم. لذلك لما أستخدمها بالأماكن اللي هي تكون قريبة على الجذر شلون تعرفها؟ بالخبرة. إن شاء الله بعد ما تشتغلون هو راح تعرفون هاي الكافيتي مالتك قريبة ديب، وهاي الكافيتي مالتك لا شلو. ممكن بالكافيتي الشلو حتى سمنت ما يحتاج تستخدم، مجرد تخليه حشوة، بينما بالكافيتي اللي دي بتحتاج تحط مادة تحت البيز اللي هي سهولة سب لاينر ماتيريال، وبعد تخلي السمنت كبيز او لاينر، وبعد تخلي فوقها الحشوة. جود ثيرمال ايزوليتر، يعزل الحرارة بشكل عالي، لذلك ممكن استخدمه تحت الحشوات الامالجم كون الامالجم ينقل حرارة بشكل عالي. The material is opaque، المادة شكلها معتم. شنو معنى معتم؟ بعد كلمة أوبيك راح تجيكم هاي السنة والسنة الجاية. أوبيك مثل ما أخذناها بالمحاضرة الأولى أو الثانية هي المواد المعتمة، يعني شلون الحائط ما يعبر ضوء. هاي المادة لما ما تعبر ضوء ويتخلى فوقاها كراون أو تثبت كراون راح ما تعطي انعكاس الضوء اللي هو مشابه للسن، فراح يبين حتى اذا كان اللون مالت الكراون مالتك فت ويا الاسنان لما ينعكس على الضوء على الاسنان راح يبين معتم اكثر. لذلك ما ينصحون يستخدموه تحت البورسلين تيث، بمعنى البورسلين كراونز. المانيبيوليشن، طريقة الخبط، اكثر سمنت يتميز بطريقة خبط خاصة بي لما اخبط الباودر والليكويد. The powder to liquid ratio، هسه الريشيو هي النسبة. The powder to liquid ratio is according manufacturer instruction، حسب تعليمات المصنع. اكو مصنع يقول لك اخبط هالقد باودر هالقد ليكويد، اكو مصنع يعطيك كمية او يعني يعطيك نسبة مختلفة. Usually for cavity lining putty like consistency، يعني لكي يعني في حالات انه نستخدم السمنت كمادة بيز تحت الحشوة، باتي يعني عجينة يكون مو سائل، يعني لما استخدمه كلوتينج ايجنت نسبة الباودر تو ووتر ريشيو 3.5 تو 1، يعني 3.5 باودر تو 1 مل ليكويد. For the looting more fluid mixed required to have adequate flow، لما استخدمه كلوتينج لازم الليكويد يكون اعلى على مود الماده، الماده ما تصير باتي ما تصير عجينه، لا تصير وانما اشبه بالسائله. لكن اكو نقطه هي هاي اللي بالاحمر مهمه، لو باودر تو ووتر او عفوا باودر تو ليكويد ليد تو هاي اسيديتي، يعني اذا تقلل نسبه الباودر مقارنه بنسبه الليكويد اللي هو فسفوريك اسيد نسبة الأسيديتي راح تكون عالية، نسبة المادة الحامضية اللي ممكن تنفرز وتسبب لنا الروتيشن للجذر راح تكون عالية، and weak mixture والخبطة مالتك العجينة مالتك راح تكون ضعيفة
الكومبرسيف سترينث مالتها قليل وتسبب لنا الروتيشن للبالب. هاي باودر تو ليكويد ليد تو ثيك ميكس اند ديكريز سيتنج تايم اند انسفيشنت وركينج تايم. لكن اذا كان الخبط مالتك الباودر اكثر من المطلوب، الميكستشر مالتك العجينه مالتك راح تكون كل السميكه، هذا راح يخليها بسرعه تتصلب، وحتى لا اكو عندك وركينج تايم كافي، وتقلل لك السيتنج تايم بحيث انت تتصلب قبل ما تنقلها للاورال كافيتي. خبط الماده شلون راح يكون؟ الوحيده اللي تنخبط على شكل انكريمنتس، الباودر يتخلى الليكويد بمكان والباودر يتقسم الى انكريمنت، انكريمنت بمعنى مجاميع، هنا انكريمنتس يعني مجاميع، وتبدي تخبط مجموعه مجموعه. ليش؟ هنا موضح، هذا يجي بالامتحان دير بالكم. Mixing is done on a cold slab. هاي الزجاجة اللي أخبط عليها يفضل إنه تكون محطوطة بالثلاجة قبل ما أبدي أخبط. Because the reaction is exothermic. ليش أنا أحتاج السلاب تكون باردة؟ لأنه التفاعل هو باعث للحرارة على مود الخبطة مالتي ما تكون حارة، ولما أنقلها الحلق المريض راح تسبب له irritation، فلازم أخبطها على cold slab. The powder is the paste incorporated in the liquid by a small increment until the desired consistency is reached. يعني الباودر هو اللي incorporated، هو اللي أدمجه أحشره مع الليكويد، أخبطه مع الليكويد على شكل increment، على شكل increments مجاميع، لأسباب، لسببين. شنو هن السببين؟ أولا هاي الطريقة، هاي العملية تسوي لنا delay the set slightly and create more working time. هاي راح تعطل لنا السيتنج تايم، تخليه اكثر وتعطيني working تايم اكثر، وهذا طبعا مريح لي كطبيب. Allow sufficient powder to be incorporated into the liquid lead to higher strength achieved in the final set material. تخلي اكثر باودر مسموح انه ينخبط مع الليكويد دون ما يضعف اللي طبعا دون ما يضعف الميكستشر. هذا الشيء اذا اغلبيه الباودر اثناء الخبط اندمج مع الليكويد وما ظلت اكو باودر بالخبطه مالتي بالعجينه مالتي ما متفاعل مع الليكويد، يخلي هاير سترينج الماده بعد ما تتصلب. ذن النقطتين المهمات تحفظوهن. النوع الثاني من السمنت هو السيليكو فوسفيت سمنت، ايضا يحتوي على الفسفوريك اسيد. كليكويد هو الفسفوريك اسيد، كباودر هو ميكستشر اوف زنك اوكسايد اند المينيو سيليكيت جلاس، زجاج طبعا مو زجاج زجاج زجاج، باودر مطحون بدرجه جدا عاليه ينخبط مع الفسفوريك اسيد راح يعطيك نوع من انواع السمنت. The set material المادة بعد ما تتصلب is more soluble than zinc phosphate cement. المادة بعد ما تتصلب ذوبانها بالسلايفة أعلى من الزنك فوسفيت سيمنت، but more translucent cement so can be used under porcelain restoration. قلنا إحنا تتذكرون الراديو أوبيك، هنا أنا موجودة المادة translucent اللي هي نوعا ما المادة تكون شفافة، فالانعكاس مالتها لما تتخلى تحت الكراون مشابه للسن، فممكن استخدامها تحت البورسلين على الرغم انه ذوبانها بالسلايفه يكون اكثر، لكن الظاهر ضمن المقبول اللي ممكن استخدامه. It contains sufficient amount of fluoride ion has a significant anti-karyogenic influence on the surrounding tooth substance. جدا مهمة هاي الميزة. هاي المادة تحتوي على كمية فلورايد ممكن انه تسوي لها ريليز. يعني انت العجينه لما تخليها على السن تبدي تنفرز منها ماده الفلورايد وتروح باتجاه السن، هاي الماده هي انتي كاريوجينيك، هي مضاده للتسوس. بالضبط كلمه انتي كاريوجينيك انفلونس يعني تاثير مضاد للتسوس، فممكن استخدمه. uses as a eluting cement and a temporary filling. يستخدموه فقط لتثبيت الكراونات ويستخدموه كحشوه مؤقته، ولكن ما يستخدموه كبيز ماتيريال، هاي لازم تحفظوها. النوع الثالث من السمنت هو الكوبر سمنت. باودر از ا ميكستشر اوف
Powder is a mixture of zinc oxide and copper oxide. Liquid هو الفسفوريك أسيد. أيضا هذا إحنا هسه حاليا ضمن الكلاسيفيكيشن مالتنا خضنا الثلاث أنواع الأولى ضمن الكلاسيفيكيشن of phosphoric acid. هذا شنو اللي بيه؟ has a bactericidal effect produced by the presence of copper. لكن الكوبر بيميزه انه بلاك ابيرنس. شنو البكتيريوسايدال؟ اكو بكتيريوستاتيك وبكتيريوسايدال، راح تاخذوها ان شاء الله بالسنه القادمه بماده البكتيريا. البكتيريوسايدال هو يقتل البكتيريا الضاره، يعني اذا خليناه بكافيتي والكافيتي بيها بكتيريا قاعد تاكل بالسن وتحوله الى كاريز، عنده قابليه انه يقتل البكتيريا. منو الماده اللي تقتل البكتيريا؟ الكوبر. كوبر هي ماده تقتل البكتيريا، لكن شنو عيبها؟ تكون بلاك ابيرنس، يعني الماده لما اخليها تكون سودة، فما اقدر استخدمها بالاسنان الدائميه، ما حد يقبل انه السن بداخله ماده سودة ممكن تاثر عليه وتغير لونه، فاستخدمها فقط مع الاسنان الديسيديوس، وكلمه ديسيديوس هي لبني، تستخدم فقط مع الاسنان اللبنيه. ايه دخلنا بكلاسيفيكيشن ثاني اللي بي زنك اوكسيد ايوجينول سمنت، اللي قلنا عليه هو اشهر انواع السمنت واكثرها استخداما. الباودر هو الزنك اوكسيد، الليكويد هو الايوجينول، ماده القرنفل المستخرجه من القرنفل المستخدم بالاكل، ياخذون من عند السائل مالته يستخدموه بطب الاسنان. شنو ميزه الايوجينول؟ سيداتيف افكت، سيداتيف بمعنى مهدئ، هسه راح ناخذها بالسلايدات الجايه. استخدامات الزنك اوكسيد ايوجينول جدا مهم، يستخدم كتمبراري فلنج، بالمحاضره الجايه راح نسولف على الموضوع. ريتينشن اوف تمبراري كراون، ركز، خاف اجيب لك اياها بالامتحان. مو ريتينشن اوف كراون، مو كل انواع الكراون، لا فقط التمبراري. يعني مثلا شنو التمبراري؟ يعني المؤقت، يعني المريض اتبردت للسن مالت وخذت له طبعه ودزيتها لابو المختبر على مود يسوي له كراون دائمي. هذا الكراون ممكن يستغرق 7 ايام 8 ايام على مود يصير. خلال هاي الفترة انت راح تلبس المريض فد كراون مؤقت، بمن المفروض تثبته؟ تثبته بمادة الزنك اوكسيد ايوجينول، بعد سمنت بيز سبيشالي ريزن رينفورست زنك اوكسيد ايوجينول، النوع المدعم من الزنك اوكسيد ايوجينول، النوع المقوى من الزنك اوكسيد ايوجينول، اقدر استخدمه كسمنت ماتيريال، لان هاي المادة نوعا ما ضعيفة. الا ان النوعيات الحديثه من عندها ممكن اني استخدمها كسمنت. روت كانال سيلر ممكن استخدمه، مثل ما ذكرنا السيلر اللي هو يثبت الجوتبيرج بحشوات الجذور، هنا أنا اقدر استخدمه بشرط انه تضاف على الماده اضافات ثانيه. ليش مذكوره بوت هاز ا سيرتين اديتيفز؟ مو معناها الزنك اوكسيد ايوجينول اللي عندك مثلا باكر عقبه بالعياده هو تجي تسوي بيه يعني حشوه جذر، لا، كنت تشتري نوعيه خاصه هي مخصصه لهذا الموضوع. شلون لما نخضنا بالسلايدات السابقه مثلا قلنا لوتينج سيمنت فارزه لايننج سيمنت، اكو هم مكتوب مثلا زنك اوكسيد ايوجينول سيلر، سيلر بمعنى يثبتون بيه حشوات الجذور. فمعناها كل مادة شنو المكتوب عليها تستخدمه، لا تستخدمه بمجالات ثانية ممكن ما يعطيك النتيجة اللي انت تريدها. The properties of zinc oxide eugenol، أولا الكومبرسيف سترينج بمادة 20 ميجا باسكال مقارنة بالزنك فوسفيت هو كلش ضعيف، لذلك ما يستخدم تحت الأمالجام إلا الرينفورست النوع المدعم لما يوصل إلى 40 ميجا باسكال، ذاك الوقت نقدر نستخدمه تحت الأمالجام. أقدر أستخدم النقطة الثانية بالديب كافيتي قريبة على الجذر دون الحاجة إلى أستخدم مادة جوال هي اللي يصحول عليها السبلاينر، لأن هاي المادة هي مو مهيجة للجذر وإنما بالعكس هي مؤدئة للجذر. higher solubility يذوب كل شوال، لذلك ما اقدر استخدمه كلوتينج ايجنت للكراونات الدائميه، ولكن اقدر استخدمه سيمنتيشن اوف temporary crowns.
مادة الإيوجينول لقرنفل ممكن تخلي هذا النوع من السمنت ما ممكن إنه أستخدمه مع الحشوات الضوئية. جدا مهمة هاي النقطة، مهمة جدا. ممنوع استخدام الزنك أوكسايد إيوجينول مع الحشوة الضوئية، كون الفري إيوجينول مادة الليكويد مالته الحرة اللي غير متفاعلة ممكن تروح باتجاه الكومبوزيت الحشوة الضوئية وتأثر على البوليمرايزيشن مالته، تأثر على التصلب مالته وتخرب الحشوة كلها. آخر نقطة هي الإفكت ثيرمال بارير، هذا النوع يعتبر مادة عازلة جيدة للحرارة. خلصت المحاضرة طلاب، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا من المعلومات اللي بيها. نلقاكم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله.